طبعا حزين على فقد نقط المباراه النهارده، كانت في متناول ايديا في بعض اوقات المباراه، ولكن بقول الحمد لله ولسه قدامي لسه وقت ولسه المنافسه شغاله. يمكن لسه الاتحاد هيقابل الاهلي وانا لسه هقابل الاهلي، ويمكن لاخر وقت في المجموعه دي تحديد المربع الذهبي، يمكن لاخر مباراه هتبقى موجوده المنافسه. اي ثينك ذا بلاير النهارده ادوا اداء كويس، كانت الروح والتنظيم كانوا كويسين، وهو كان طالب منهم ان احنا نشتغل كتيم ورك، فريق عمل، كنا في الملعب نقرب من بعض، نأدي لحد اخر دقيقه بصرف النظر عن النتيجه. فبيقول لك دلوقتي مباراه الاهلي اتصعبت علينا، لان الاهلي بعد ما هيعرف نتيجه النهارده اكيد هيعرف وهيتاكد ان هو هيقابل نادي الاتحاد، فريق جامد، فريق قوي. طبعا الماتش النهارده ليه نكهه خاصه زي ما احنا عارفين في اسكندريه، خاصه ديربي اسكندريه، بيبقى ليه ماتش خاص جدا جدا بره الدوري، بغض النظر عن الدوري، ده ماتش دوري هنا في اسكندريه احنا وسموحه. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، ماتش بالنسبه لنا النهارده ب 6 بونت، قدرت النهارده تخش بقوه على المركز الثاني. كل ماتش تلعبه بيبقى ماتش صعب، فما بالك بقى لما تلعب فرقه بحجم نادي سموحه. الحمد لله قدرنا ان احنا نجهز الماتش بشكل كويس، الجهاز الفني على ماتش سموحه الاولاني وماتشات سموحه اللي فاتت، فحفظ اللعيبه وقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق المباراه من الماتش ده، وهو تحقيق 3 بونت. كنا مركزين ان احنا ناخد 3 بونت النهارده، وان شاء الله الحمد لله على المكسب النهارده، وان شاء الله باذن الله ركزنا من النهارده عشان ماتش الاهلي، نركز من النهارده، عندنا يومين اجازه، وان شاء الله باذن الله بعد الماتش نحقق مكسب كويس ماتش الاهلي عشان ناخد مركز كويس ان شاء الله. مرة أخرى أعزائي المشاهدين نتواصل مجددا، وكنت بسأل كابتن محمود رمضان عن الأسباب وراء تراجع فريق المنيا، وعددنا أسباب كتير منها تعاقب المديرين الفنيين، عدم توزيع الأدوار بالشكل الصحيح، وقلنا كمان ضعف الإمكانيات. كانت ليكوا أخبار قبل كده ترددت إنه مفيش إمكانيات، مفيش لبس، مفيش كور، مفيش ملعب للمباراة، هل العوامل دي كلها صحيحة ولا شايف إن كان نوع من أنواع التأثير ولكن مش كليا؟ لا لا طبعا دي تأثير كبير، يعني أنا دلوقتي أنا رايح مثلا المفروض الماتش بتاعي بتاع الإسماعيلي، تمام؟ أنا رايح ألعب الإسماعيلي في إسماعيلية في عز ما الإسماعيلي إن هو واقع، لا ما أنا أجيب الإسماعيلي مثلا في ملعب بتاعي، تمام؟ اللي هو زي ملعب الترسانه او اي زي ملعب لما احنا بنكسب الحرس ولا بنكسب ولا ماتش الشرطه نخسر مثلا 1-0 ولا ماتش بتروجيت نخسر 2-1 لحد اخر ثانيه وجايبين جون وعاملين مباراه كويسه، ولا ان احنا نروح نلعب الاسماعيلي في اسماعيليه نيجي نقول لهم واحنا كنا كسبانين 1-0 وعندك ماتش، انت عايز اقول لحضرتك ماتش الزمالك الاولاني اللي احنا لعبناه مع مع كابتن محمود صالح اللي في الدور الاول، احنا قعدنا 7 ايام ما اتمرناش جايين على المباراه من غير تمرين. دي المباراه اللي حصل فيها ازمه مع كابتن محمود صالح؟ لا دي مباراه الاسماعيلي كانت حصلت ازمه، ولكن طب ليه قول لي يعني كان تعامل كابتن محمود صالح ازاي؟ يعني هو كان تنسيق بينه وبين الاداره ازاي؟ لا هو بص هو حضرتك التدخل بتاع الزمالك، يعني هو التدخل. كابتن محمود صالح كان الراجل كان بيأدي شغله باتقان وكل حاجه، بس هي اللي يمكن تدخل من مين؟ ما زي ما كابتن وليد قال مجلس الاداره. طب ازاي مجلس الاداره هو اللي زكى كابتن محمود صالح، او الكلام كان بيتردد ان كابتن محمود صالح؟ لا كابتن محمود صالح كان جاي من المحافظ، ما كانش جاي من مجلس الاداره. يعني المحافظ كمان في ليه تاثير على النادي في النواحي الفنيه. هو اللي كان جايب كابتن محمود صالح. هو اللي كان جايب. طيب بعيدا عن الازمه دي، انت كان لعبت في النادي الاهلي لفتره كبيره 8 سنين تحديدا، وانتقلت بعدها للعديد من الانديه في الدوري الممتاز، ولكن كان ليك لافته طيبه في مباراه دجله والتيشيرت مكتوب عليه مصر 72، دول شهداء النادي الاهلي في حادث بورسعيد. كان عليك عقوبه وقعت عليك، النادي رفض يدفعها، مظبوط كده؟ هو كان الحاج عامر حسين، انا كنت اتكلمت تقريبا في الموضوع ده على قناه النهار، وكان هو الغرامه دفعتها ل 10000 جنيه وخلاص، انا تقبلت الوضع مع الحاج عامر وكلمته هو، بس انا في حاجه مزعلاني جدا ان انا المكيال ما كانش باتنين زي انا وصلاح امين، صلاح امين ساعتها ما تعاقبش خالص، وانا تعاقبت ودفعت 10000 جنيه، فدي كانت مزعلاني جدا. ولكن خليني اقول لك ان في فرق، يعني موضوع صلاح امين تم مقارنته بموضوع احمد عبد الظاهر، لانه سياسي بحت. انا ماليش دعوه، وانا ما كنتش سياسي. انا ما كنتش سياسي. انت كان لافته، انا ما كنتش سياسي خالص. الموضوع كان بعيد خالص عن السياسه خالص.
فانا دلوقتي هي كانت المكيال بمكيالين فدي كانت مزعلاني انا. ما احنا ما ينفعش نقارن الموقفين، لان موقف انت في موقف سياسي بتعلنه ايا كان توجهك او انتمائك. هو انا رديت، وانا رديت وانا رديت على الموضوع، لان هي كانت ايه التحرض على العنف والكراهيه. بعيد خالص عن المواضيع دي خالص، ما لهاش دعوه بالعنف والكراهيه والحاجات دي خالص، ما لهاش دعوه خالص. هو كان تيشيرت وخلاص والموضوع خلص واتقفل. بس الناس حريص ان انت هي لا هي الناس كبرت الموضوع قوي، خدت الموضوع كل واحد خده بفكره. في ناس دخلت انا اسف ملهاش لازمه من بورسعيد واتكلمت وبتاع ساعتها وردت. انا ما انا كنت ساعتها ان انا ما ينفعش ان انا ارد اصلا. يعني انا كنت ساعتها ان انا ما ينفعش ان انا ارد عليهم. كابتن وليد، في 9 لاعبين كان اكثر كمان بيتردد انتقالهم لانديه اخرى وانديه ممكن نشوفهم السنه اللي جايه مع انديه تانية بعيدا عن المالي، انت لاعب منهم؟ اه ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله نكون منهم. يعني انت في عروض ولا خلاص وقعت فعليا؟ لا انا كنت الاول، انا كنت ماضي سنه مع المنيا وفي عندي عروض ان شاء الله باذن الله كده افكر فيها. بس طبعا ما ينفعش ان انا اقول دلوقتي، لان انا الناس اللي انا قعدت معاهم يعني ايه احترم رغبتك. اكيد طبعا يعني، لان برضو يعني لسه السنه ما انتهتش، فما ينفعش ان انا اتكلم فيها حاجه دلوقتي. فان شاء الله. المفاوضات دي كانت من قد ايه، من امتى مفاوضات مع الانديه سواء داخل مصر او خارج؟ لا وداخل مصر، انا داخل مصر، انا عندي بس يعني كان ممكن ان انا اروح عمان الفتره دي، بس انا كلام يعني من بين الدورين بعد انتهاء الدور الاول. لا بعد ما بعد ماتش التليفونات اللي لعبته اللي قبل الزمالك ده كلمني احد الانديه ورحت قعدت معاهم، وان شاء الله باذن الله. يعني انت ابن من ابناء الزمالك اساسا؟ انا كان ليا الشرف طبعا ان انا لعبت في نادي الزمالك وحصلت مع نادي الزمالك على الدوري ولعبت اول مباراه ان شيكابالا لعب فيها في حياته كنت انا شاركت فيها رسميه. كنت موجود في اول لعبت مع مستر كورال اخر تلت ساعه كده انا وعامر صبري. كان الزمالك بياخد بطولات جامده ايام كابرال. على طول مستر كابرال واخد دوري وكابتن حسام وابراهيم في السنه ديت وكاس مصر. كان الزمالك طبعا يعني كان في استقرار في الوقت دوت من كل حاجه والبطولات كان كتير يعني، وان شاء الله مع المستشار مرتضى منصور البطولات كلها جايه باذن الله. يعني ايضا كابتن محمود، يعني كلمني اكتر عن موقفكم الحالي في الجدول وشايف فرصكم اللي جايه، المباريات المتبقيه هتلعبوها باي دافع؟ لا هو الدافع عندي انا حتى لو بلعب بلاي ستيشن انا واصحابي انا مش عايز اخسر. فهي الموضوع ان انا اكيد طبعا يعني انا دلوقتي انزل، انا بنزل اقل حاجه هقول لحضرتك على حاجه ان انا ممكن انزل عايز اسوق نفسي. يعني بدل مثلا ما يكون مثلا معايا مثلا عارضين، لا يبقى معايا 3 يبقى معايا 4 احترم اسمي. انما لو انا حتى لعيب انا المفروض نادي متعاقد مثلا مع محمود رمضان وجيت شفته مثلا في مباراه مثلا الاسماعيلي في المستوى بتاع، هبدا افكر في لعيب تاني. فاي دافع ليا، لا ليا دوافع، ليا دوافع طبعا. ما انما المنيا ان احنا نلعب الدوافع، لا هم الناس هم راضيين بكده يعني. هم راضيين فهم راضيين. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني انت بالنسبه للمكافئات ان انت يعني برضو هرجع تاني واقول لحضرتك الاسباب، المكافئات ما بين مثلا النادي الاهلي لما بيتعادل مع الاسماعيلي في اسماعيليه بياخدها مكافاه فوز. احنا تعادلنا الاسماعيلي مش هينفع اقول لك المكافاه كام على الهوا. ليه؟ قول لي اخدته كام؟ 500 جنيه وما خدناهاش. 500 جنيه وما خدناهاش. طيب خليني ارجع معاك تاني لملف المدربين. تمام. قلت لي كابتن علاء نبيل كان في انسجام من اللعيبه وكنت عاملين اختار مجموعه قوي. اختار مجموعه لعيبه ممتازه جدا حتى من المنيا ومن القاهره. يعني مش من اللعيبه اللي هو جايبها بس، حتى اللعيبه اللي هو من المنيا، لان هو اللعيبه اللي هي صعدت برده في الدوري الممتاز نزلهم الملعب برده. الماتشات الوديه كمان، حتى كمان يعني في الماتشات الوديه مع الكابتن علاء يعني كنا مدين يعني مش يعني انبي متعادل معانا وكاسبين غزل المحله ومتعادلين مع الانتاج يعني فرق كتير جدا عاملين معانا نتائج كويسه في فتره اعداد مع الكابتن علاء لحد ما هو مشي. عايز اقول لك ان كل حاجه راحت خالص، يعني الامور كلها كله بقى طمعان في كل حاجه. خلينا اقول لكم ان ابرز نتائجكم مثلا كان عندكم فوزين وثلاث تعادلات وفوزين 12 لقاء. حرس الحدود كسبت مباراتين في مباراه الدور الاول والدور الثاني، خسرتوا من دجله 6 أهداف مقابل لا شيء. المباراه دي كانت في عهد او في ولايه فنان مين؟ لا هي الموضوع بعيد برضو خالص عن هي اسباب. يعني انا على فكره انا ما بحبش ان انا اقول ان انا خسرت بسبب كذا، لا انا بحب اقول لحضرتك احنا بنعدد اسباب بس هي انا اسف اللي انا هقول لك عليه. انا ما شفتهاش طول عمري في حياتي في الكوره، ان انا دلوقتي فريق راح يلعب فريق ياخد منه الاشراط، ياخد منه الاشراط الملابس، ملابس الفريق ده انا ما شفتهاش. ده حصل في مباراه ايه؟ دجله، في دجله ماتش 6. العامل النفسي كمان بيفرق في اللحظه دي. يعني انا كابتن هاني رمزي ساعتها قال لهم، قال للعيبه، انا اصحابي في وادي دجله اصحابي انا وكابتن هاني، قال لهم لو ما كسبتهمش، يعني كلمه مش
شايف ان الطبيعي في ظل الظروف ظروف المباراه انه يكسبوا ويكسبوا سكور كبير طبعًا. كمان انا مش هينفع بص حضرتك خرجتوا من تركيزكم تماما طبعا انا برضو عايز اقول لحضرتك مش ده سبب برضو يخليني انا اخسر 6 اكيد في اسباب في المباراه طبعا تمام بس هي الاسباب ايه يعني برضو كانت قله خبرات برضو كانت في لعيبه برضو لسه صغيره كانت موجوده معانا في المباراه بس خليني كابتن محمود اقول لك ان قله الخبره ده يعني عنصر مشترك ما بين كذا نادي موجود في الدوري ولكن لما نتكلم عن اسباب قويه لهذه الدرجه وعدم وجود امكانيات لهذه الدرجه هي مفيش امكانيات اصلا صعب جدا لا هي مفيش اصلا امكانيات ما انا ما اقول قله امكانيات ان في امكانيات وقليله فانا رضيت بالوضع عليه يعني انت ممكن تقولي ما انت رايح نادي المنيا وانت عارف ان الامكانيات ضعيفه بس انا عارف ان الامكانيات ضعيفه بس لا لما اجي اروح يعني معلش مع احترامي لما اجي اروح انا المفروض رايح النادي بتاعي انا دلوقتي من القاهره ورايح المنيا انا رايح اعرف انا اقعد فين طبيعي لا احنا ممكن ساعات بنقعد باليوم ما نعرفش احنا قاعدين فين ممكن كمان بيبقى في اقامه يوم قبل اللقاء استعدادا لا ان انا رايح اتمرن هناك انك رايح تتمرن كمان تمام مفيش احنا لحد دلوقتي واخدين مثلا 45% لسه لينا 55% من مستحقات وبعدين كمان يا استاذ علاء حتى قبل ماتش الزمالك اللي فات ده اللي خسرناه 4 احنا رايحين المنيا نتمرن ده من ضمن العوامل تخيل انت ما لقيناش ملعب نتمرن عليه اتمرنا على الارض حمراء خماسي كده لعبنا خماسي على ارض حمراء مجلس الاداره فين يعني مجلس الاداره فين من الوضع ده لابد ان يكون في ملعب على الاقل ملعب تدريب مش هنقول ملعب مباراه انا واحد من الناس انا عمري ما شفت مجلس الاداره ده معانا خالص يعني اذا شفته مثلا على فترات كده ما بتبقاش فترات ايجابيه خالص يعني بيجوا مثلا يقعدوا معانا بيقعدونا بحاجات ومش لاقينه انا حتى مع احترامي للاستاذ محمد ماضي يعني انا اسف ان انا بتكلم محمد راضي محمد حمدي راضي يعني انا ما شفتوش معانا حتى لما بنخسر ما بيدخلناش خالص نهائي بس هم ما بيبقى ماتش في التلفزيون وكده بسم الله ما شاء الله تلاقي الناس يعني موجوده ايه حاجه تفرح يعني الاهتمام بيكون في المباريات دي تحديدا او ما فيش قعدات معاكم بتكون قبل اللقاءات المهمه جدا يعني ولا اي حاجه قبل زمالك مثلا المفروض او الطبيعي ان مجلس الاداره بينزل يقول لكم كلمتين بيحفزكم هل ده حصل في لقاءاتكم مع الزمالك او الاسماعيلي لا ما فيش خالص ما فيش تحفيز انا حتى انا مره انا كان عندنا اجتماع كلنا وانا اتكلمت مع الاستاذ محمد حمدي قلت له انتوا فين انتوا موجودين فين مش حاسين بدورهم ايوه انتوا فين ما انا قلت حضرتك هي هنرجع تاني نقول نوصل لاول نقطه اللي هي محدش كل واحد عارف دوره ايه انا دلوقتي راجل دكتور انا دوري دكتور انا دلوقتي مدرب حراس انا مدرب حراس انا مدير فني انا مدير فني انما عندنا احنا المدير الفني كل المديرين الفنيين الناس اللي جم من اول كابتن علاء نبيل لحد نعد بقى كابتن تامر كابتن محمود كابتن عباس كل كابتن ياسر كابتن ابراهيم لا بيعمل دور واثنين وثلاثه المدير الفني يعني المدير الفني تلاقيه مثلا بتاع اوضه لبس دكتور اصل الاصابه دي عندك فين يعني انا جينا قبل مباراه الزمالك كنت مصاب انا وعمر عثمان كان عندنا ضم مفيش دكتور طلب من الاداري كابتن ابراهيم قال له اتصل بالدكتور اتصل بالدكتور مفيش دكتور دكتور انا عايز اتعالج يعني احنا اللعيبه اتنين لعيبه مصابين يعني ابسط انتوا بتتكلموا في لا كفاءات لا خالص احنا ما اتكلمناش بص احنا ما اتكلمناش احنا لو ماديا ما نادي الزمالك عنده مشاكل ماديه نادي الاسماعيلي عنده مشاكل ماديه النادي الاهلي عنده مشاكل ماديه كل الناس عندها مشاكل ماديه واحنا ممكن نصبر على النادي بتاعنا لو عنده مشاكل ماديه بس انا مش هصبر عليك ان انا تجيب لي لبس واصبر عليك ان انت مثلا تجيب لي اتوبيس واصبر عليك ان انت تجيب لي اوتيل واصبر عليك اصبر على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يعني مكافئات هصبر عليك فلوس الناس حتى بتقابلنا في المنيا يعني لما ايه يا جدعان ده انتوا فريق كويس قوي ده انتوا عندكم كان عندكم حافز يا كابتن محمود في البدايه انت بتقول طبعا على نبيل استقطب مجموعه وقول لحضرتك عندهم امل وحافز وبعدين اللي حصل من هذه العقبات اللي قابلتكم اظن ان انتوا كنتوا متفائلين لو الدوري لو حاجة. الدوري كان بالماتشات الوديه اللي احنا لعبناها في اول الموسم كنا احنا لنا يعني كنا في المربع الذهبي بس الناس ممكن تضحك بالكلام ده لا احنا فعلا يعني احنا عملنا مباراه على المقصه في الدفاع الجوي المقصه متعادل معانا في اخر دقيقه 1-1 لعبنا مع امبي برده متعادل معانا في اخر ثانيه 1-1 نادي المحله مع كابتن فاروق جعفر كان عامل تيم قوي جدا من اول الموسم برده كسبناهم 1-0 برده في ملعب دريم عملنا مباراه اللي هي البدايات دي متخليانا ان احنا بنمشي حتى الكابتن علاء كمان يعني من ضمن الحاجات اللي هي برده الراجل يعني بروفيشنال وراجل خبره طبعا كان في حاجات بتحصل امور ماديه صغيره كده كان هو بيدفع من جيبه زي ايه يعني مثلا كان في لعيبه مثلا بتوع المنيا قاعدين في معسكر هنا وبتاع وما اخدوش فلوس مثلا يصرفوا منها معاهم كان هو بيجيب من جيبه ويديهم للعيبه زي مصروف جيب يعني يعني حاجات بسيطه مش يعني مش هنقف عليها في الاداره ولا نقف عليها هنا بس كان الكابتن علاء بيحلها ايه الراجل بخبرته بيحلها بيحاول يبعدكم عن اي ازمه الراجل بخبرته مثلا بيجيب لنا ملعب نتمرن عليه بيجيب لنا مكان نتمرن عليه بيجيب لنا مثلا يعني بيحل لنا حاجات كويسه بحكم خبرته ان هو بيلمها فده سبب من الاسباب ان الراجل مدير فني كان بيضحي عشان عايز ينجح
فكان لممنا عشان كده. طب خليني اقول لك يعني رحيل كابتن علاء نبيل اوصى انه يكون كابتن تامر مصطفى هو اللي موجود، قلت انه كان في التزام، اكيد كابتن تامر مصطفى كان عضو من اعضاء الجهاز الفني موجود مع كابتن علاء نبيل، مدرسه واحده نقدر نقول ان انتوا عملتوا فتره اعدادكم مع بعض، موجودين مع بعض، ليه ما كانش امتداد للكابتن علاء نبيل كابتن تامر مصطفى؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو الكابتن علاء ان هم كانوا يعني كان في الاستاذ محمد مالك كان بيسنده بصراحه. الكابتن تامر لما مسك لوحده الراجل برده لظروف صعبه غصب عنه هو ما صبروش عليه، ما ادولوش الفرصه، الراجل كسب ماتش الحرس بعدها بثلاث ايام خسر من دجله، راح بتروجيت خسر مشوه، يعني بعد ثلاث ماتشات كان ممكن ان هو ياخد فرصه وكان ممكن بعد كده تحاسبه، استعجلوا عليه بعد كده فده برضه عدم الاستقرار. انت بتجيب كل مدير فني بيجيبه ماتشين ثلاثه وانت مش مطلوب منك ان انت النهارده في فرقه زي المنيا لسه صاعده وكده ان انت تكسب على طول الماتشات كلها. انت بتكسب ماتش ماتشين في المجموعه بتاعتنا دي او المجموعه الثانيه بتلاقي نفسك بعد ما كنت بتنافس على الجود بتنافس على الصعود. فرقه زي الشرطه من حوالي ثلاث اسابيع مثلا كانوا سابع. يعني كانوا السابع. النهارده كسبوا ثلاث ماتشات بسم الله ما شاء الله، فرقه كويسه وكسبونا النهارده، عنده بتروجيت يوم الاحد لو كسب يبقى اول. الرجاء امبارح بفوز امبارح عمل لنفسه الرجاء النهارده كسب الانتاج امبارح بعد ما كان الناس يعني في احدى القنوات جابوا ان احنا ومين ان احنا نزلنا بعد ما خلاص النهارده الرجاء. طب هتعمل ايه لو كسب الماتش الجاي؟ امن نفسه لحد كبير، فرصه كبيره ان هو يقعد. فيوم ماتش ماتشين فالناس ما بتصبرش بقى، فده بقى نرجع ليه ما فكرتوش ليه ما فكرتوش في النقطه دي؟ انت لسه بتقول لي مباراتين او ثلاثه من ممكن انهم يحطوني في منطقه الدفء في الجدول، مش هقول لك في نص منتصف الجدول لكن خلينا نقول في منطقه الدفء، ليه ما فكرتوش؟ ليه ما اشتغلتوش على الدفع ده؟ هل ده كان بينقصه انه يكون في قائد في مدير فني عنده ده؟ وهسالك كمان عن مهمه كابتن ابراهيم صدقي، المهمه انتحاريه ولا لا؟ والله هقول لك على حاجه استاذ علاء بصراحه، اللعيبه اللي موجوده ال 24 لعيب دمت والله لعيبه ملتزمه كلهم في التمرين، مفيش لعيب بيغيب، مفيش لعيب بيحصل منه اي حاجه، حاولوا على قد ما قدروا. المدير الفني اللي موجود كابتن ابراهيم حاول على قد ما قدر، بس بيجي بيبص بتيجي النهارده بتحارب. انت بتتحارب بتحارب مين؟ هقول لك على موقف مثلا من اقرب الناس النهارده. احنا لسه جايين من التمرين دلوقتي، كابتن ابراهيم جه النهارده صعد ولد مواليد 95 ماشي جميل تمام، جه عمل لنا اجتماع وبتاع، الناس في النادي بتحاربه ازاي ان انت تاخد ده؟ ما انا بقول لحضرتك ايه، مش كل واحد بيعمل شغله. طب هديك بس مثال بسيط، احمد حسام ميدو في الزمالك لسه مصعد لاعب حسين خالد او حسن خالد، ما هي دي المشكله. يعني انا دلوقتي كابتن ابراهيم راجل جايب لعيب النهارده كان هو شايفه ان هو لعيب كويس، انا من وجهه نظري شايف يعني انا دلوقتي مثلا حسبتها مثلا نادي المنيا انا نزلت فانا عايز استفاد زي ما هبيع مثلا اسلام رشدي، هبيع عمرو عثمان، هبيع وليد انور، هبيع محمود رمضان، هبيع اي حد، استفاد من دين حقك برضه، فاجيب مثلا ناشئ زي ده واشوفه في التمارين، شاف الولد كويس اديله ربع ساعه اديله في نص ساعه هبدا اشوفه. انا ليا وجهه نظر، اتحارب من الدنيا كلها، الدنيا هاجت عليه هناك، الدنيا هناك في المنيا قال لك يا ده ازاي واحنا لازم نلعب بالناشئين. معلش انا اسف يعني فين الناشئين المنيا؟ يعني فين؟ يعني انا احنا دلوقتي المفروض من اول الموسم في كل نادي، يعني لو تشوف مثلا بتروجيت مطلعه ثلاثه، في عناصر كتير ممكن بتلاقي النادي الاهلي مثلا في حوالي 9 لعيبه، مفيش ناشئين في نادي المنيا. انا بقول لحضرتك ال 24 لعيب دول، في لعيبه احنا في لعيبه لحد دلوقتي لسه ما خدتش فرصتها في يعني في ال 24 لعيب، في لعيب كان عندك مصاب زي محمد عبد الوهاب كان مصاب، راجل كان في الانتاج الحربي ولعيب كبير لسه راجع، كابتن ابراهيم عايز يديله فرصه بس من كتر المباريات ما كانت متلاحمه انا مش هقدر اديله. عندك مثلا في عندنا احمد جمال كان عامل صليبي لسه هيرجع، في لعيبه كتير، في لعيبه لسه، في اثنين لعيبه انا جايبها بين الدورين عايز العبها تمام. يجي الراجل انا بكلمك ليه؟ هل ليها علاقه بنسبه المشاركه؟ بتتحسب بشكل او باخر بنسبه المشاركه وعقودكم وعلاقتها بالعقود خالص خالص خالص. ما انا بقول ما انا لو احنا بنتكلم لو بالفكر اللي هو الفلوس وماديات انا مش هبص، انا اسف في الارقام اللي هي ضعيفه، لا خالص انا مثلا واحد كنت بلعب في الجونه وارقام والكلام ده كله عادي. لا لا انا مش من جانب اللاعبين، انا فاهم لا هي الموضوع اكبر من كده، الموضوع اكبر من كده، واللي بيبقى جاي عارف ان هو مش هياخد فلوس. يعني حتى المدير الفني بيبقى جاي عايز يعمل اسم لنفسه زيه زي اللعيب، عنده طموح برضه، عنده كبير كبير عنده طموح كبير. عندك كابتن محمود صالح لما جاي يقول لك انا ما خدتش حاجه، انا مصروف لي شهر. كابتن ابراهيم صدقي لما جاي قال لك انا مش عايز حاجه، كابتن عباس لما جاي قال لك انا مش عايز حاجه، كابتن ياسر ابو هاب قال لك انا مش عايز حاجه. فكل اللي كان بيبقى جاي عايز شايف ان المجموعه اللعيبه، وده بيبقى نفس كلام المدربين، بيجي يقول لك انا عايز المجموعه دي انا شايفها كويسه، انا شايف مجموعه اللعيبه دي كويسه بس من غير امكانيات ما انا هلعب ازاي؟ ما انا مفيش مش امكانيات، ما انا هرجع تاني اقول لك مش الامكانيات. يعني زي ما وليد كان قال لك 9 كور في الملعب، 9 كور ومفيش شرطات للاطقم بتاعتكم وانتوا بتلعبوا، مستلمين اللبس بتاعنا بتاع الماتشات. يعني احنا مستلمين اللبس اللي احنا المفروض نروح بيه الزي الرسمي كل الفرق مستلمينه بعد سادس ماتش
الترنجات اللي بنتمرن بيها احنا جايبينها بحسابنا. هو احنا ما ننفعش نقول الحاجات ديت يعني، بس ايه احنا بنوضح للناس ان احنا لا ليه انتوا قابلنا مشاكل كتير، ان انتم مقصرين في حق المنيا، وان انتوا كنتوا سبب من الاسباب، مش هقول ان انتوا احنا قابلنا مشاكل كتير جدا جدا وصول المنيا للمستوى الحالي. فانت حبيت بره احنا بنوضح للناس بس عشان ايه يعني، يعني كان في ناس طلعت في حدا كمان برضو بيهاجموا اللعيبه ويهاجموا اللعيبه دي، والله العظيم لعيبه بجد يعني، لعيبه كويسه، بس للاسف انت ما فيش حد في ظهرك ان انت النجاح، النجاح ان انت النهارده عندك مثلا ادوات التدريب مش كامله، كور للماتشات الرسميه مش موجوده، جهاز طبي مش موجود، جهاز طبي مش موجود، مدرب مساعد مع الكابتن ابراهيم الراجل لوحده التدريب مش لسه موجود. جاي مدرب احمد كابتن طارق ومعاه كابتن بيبو لسه جاي مالوش ماتشين يعني، معاه كابتن طارق حتى راجل جاي من امريكا عنده فكر جامد الراجل، بس مش قادر ياخد فرصته كابتن مدرب احمد. ده راجل بسم الله ما شاء الله يعني، يعني مش قادر ياخد فرصته حتى كان في امريكا. مدرب بصراحه هايل، كان عنده خبرات كبيره، كان في امريكا، قعد في امريكا فتره كبيره. هي الاجواء دي المباراه اللي كان فيها عندكم مشكله في الزي فيها واستعنتوا لا 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 مباراه الدور الاول، مباراه الدور الاول مباراه خدنا الشرطات من وادي دجله، فهي دي. فالموضوع الاجواء صعبه، مش متخليانا ان احنا نطلع كل عن يعني مثلا وليد عنده مثلا 100%، لا انا ادي 70%، ما انا انا مش هستفاد حاجه، انا بلعب بس وخلاص. انما مجموعه اللعيبه انا ال 24 لعيب لعيبه هايله جدا جدا جدا، والدليل على كلامك او بيثبت كلامك ان في عروض كثيره للعيبه المانيا، وفي كتير رقم كبير لتسع لاعبين من قوام فريق اساسي بتكون موجوده في انديه في لعيبه في لعيبه بتنافس في لعيبه بتنافس في الدوري الممتاز يعني في المربع الذهبي، ومش والانديه مش عايزه منهم تسع لعيبه، فده مش بيقلل من الفرق الكبيره لا خالص، بالعكس انا بقول ان لو الوضعيه دي ان الفريق ده لو كان فيه امكانيات نص الامكانيات بتاعت اي فريق تمام، انا كنت كان يبقى لنا وضع في الجدول غير كده خالص، انما الاجواء والظروف صعبه. يعني عندك ماتش الشرطه، انت بتلعب الشرطه المباراه اللي فاتت ند بند هجمه بهجمه تمام، طبعا هجمه بسيطه وبتاع في الدقيقه 82 جون 1-0 خلاص الماتش خلص. عندك بتروجيت انت برده متقدم 1-0 1-1 2-1 احنا برده جايبين جون في اخر سنه حسب اوفسايد 2-1 بالعافيه، مباراه المصري 1-1 مغلوب 2-1 برده يعني، انت لو تبص على النتائج احنا ما اتغلبناش سكور غير ماتش اللي هو دجله، فده اللي معلق شويه مع الناس، انما المباريات اللي تانية عادي، ما نادي الزمالك اتغلب من بتروجيت 4 الزمالك اتغلب 4 المباراه عادي. انا قصدي ولكن كل فرقه بتكسب وتخسر بتحصل لكن هي ثبات يعني، انت لما تخسر 12 لقاء كتير، ما هو كتير كتير، ما انا بقول لحضرتك برده مش ما هي اسباب ما هو اسباب، انا دلوقتي هلعب ليه يعني، انت حضرتك شغال في القناه، انا دلوقتي هروح انا دلوقتي هروح اجي لو القناه انا بروح كل يوم كل يوم كل يوم من غير ما اخد مقابل وبتيجي بتصرف على نفسك، انا مش هينفع اخد انا مش هاجي تاني، هي بالظبط هي 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 مقابل يعني. طيب هذه المباراه تحديدا اللي كان بلاش الجون ده المشكله ده عشان وليد جاب جون في نفسه كويس، كان عندهم شورت ابيض، انت الطبيعي بتاعك كنت تلبسه احمر، الشورت بتاعنا كان اسود، الجون ده الجون اللي وليد جابه هجوم جميل، انا ما صوتش يعني اجيب الجون ده، انا بطلع جاب بالصدفه كده في رجلك ولا ايه؟ جبنا 4 اجوان في نفسنا السنه دي، اربع اجوان. طيب خليني قبل الختام خليني اسالك، هتكون موجود في نادي السنه الجايه؟ ممكن نسمع كابتن محمود رمضان موجود في ان شاء الله، ممكن نقول اهلي زمالك اسماعيلي؟ لا هو زمالك صعب شويه. النادي الاهلي، انت ابن النادي الاهلي، ما فيش مشكله اكلمك. طيب مهندس عبد الخالق بين الدورين كده اكلمك. كان الوكيل بتاعي يكلمه واتكلم معاه وقال له ان هي قاعده مع محمود وبس، كابتن عادل مش موجود دلوقتي. هو مش موجود دلوقتي بس عادي، ان استمراريه المفاوضات هو ربنا. بص حضرتك انا يعني انا فعلا انا معايا الحمد لله عروض، معايا 5 عروض دلوقتي ومعايا عرض بره مصر تمام، انا لسه صغير فاللي هو مش عارف 29 سنه بالظبط، فمش هبص تحت رجلي. فان كان العروض ان شاء الله مناسبه ليا تمام، هتوكل على الله ان شاء الله، بس انا مستني مباراه المصري اللي جاي يوم الاحد ان شاء الله، وبعدين ان شاء الله هبدا اخد القرار باذن الله ان شاء الله. استخير ربنا، شكرا ونورتني، ميرسي جدا. شكرا كابتن وليد، برضو عايز اعرف محطتك اللي جايه هتكون فين؟ انا ان شاء الله باذن الله، كان المفروض يعني كان في نادي الفتح في السعوديه دوت، كان المفروض اسافر يعني كده، فان شاء الله باذن الله يمكن ما اكملش مع نادي المنيا الماتشين الجايين، ان انا ممكن اروح كده
يعني اقعد مع الناس ان شاء الله الاسبوع الجاي كده، ده محدش يعرفه، وان شاء الله يعني في هنا في مصر ان شاء الله باذن الله بعد ماتش التليفونات اللي لعبناه كده ربنا رزقنا بحاجه كويسه يعني، فالامور يعني هتبقى في مصر ان شاء الله باذن الله، ما كانش هيبقى بره. اشكرك كابتن وليد، اشكرك كابتن محمود، اثنين من نجوم فريق المنيا اللي بنامل دايما نكون واحد من الانديه الجماهير اللي تكون موجوده في الدوري الممتاز وبتادي بشكل جيد، ونتمنى لها ان شاء الله التوفيق في السنوات المقبله. بعد الفاصل عندنا الجزء الثاني من الحلقه، ودكتور ايهاب الكومو عنده ملفات عديده داخل نادي المحله، تابعوا بعد هذا الفاصل. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. هي نتيجة غير متوقعة، الشوط الأولاني كان شوط بالنسبة لنا صعب جدا، ما ينفعش فرقة كبيرة زي مصر المقاصة الخبرات اللي موجودة في الملعب، ما ينفعش أن أنا من أربع تجوان يجي ثلاث تجوان كور ثابتة، وده احنا حذرنا منه اللعيبة وقلنا ان احنا المباراة ديت مباراة نحاول ان احنا نطلع المركز الرابع عشان احنا الدور الثاني عاملينه مختلف عن الدور الاولاني. احنا ضيعنا مننا الماتش في الشوط الاول، اربع تجوان يهدوا اي فرقة، عبال ما جينا الشوط الثاني نلم نفسنا شوية كانت الامور هربت، ما قدرناش نرجع للماتش ثاني. فوز مهم جدا وغالي جدا بالنسبة لنا بعد النتائج اللي هي غير متوقعة من فرقتنا، احنا فرطنا في مباريات كتير بالتعادل، وطبعا ده ما كانش تقصير، كان سوء توفيق من اللعيبة، والهزيمة بتاعت الجونة برضو الحمد لله رب العالمين على الأداء وعلى الفوز. برضو احنا بنلعب فرقة كبيرة، فرقة المقصة لعبة كبيرة ولعبة خبرات، احنا ربنا كرمنا، احنا بقالنا فترة بنتعب بس الكرة مش ماشية معانا، ربنا بيعوضنا النهاردة الجيم اللي فات، فالحمد لله بشكر زمالي واشكر جهازه الحمد لله على النتيجه. الحمد لله كان في تركيز في الفتره اللي عدت ان احنا ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله ونعمل نتيجه كويسه، اهم حاجه ما كناش باصين على الاداء، باصين ان احنا نحقق ثلاثه بونت اللي هم مهمين يخلونا ندخلونا تاني في المربع الذهبي ان شاء الله. الفتره اللي فاتت احنا كنا بنادي كويس بس ما كانش في توفيق، يعني على عكس ما بدينا الدوري، فربنا عوضنا على الماتشات اللي فاتت، فالحمد لله يعني بنشكره ونركز بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله ثلاث ماتشات دول انهم بشكل كويس بقى كسبنا بقى يعني هنحاول نأدي بشكل كويس.